احضرونا الخميس فين بكره يحطوها وبعد بكره والبعده والبعده لانه اذا حطوها الثلاثه احضرونا الليله معنا الخميس كيف انت هلا بدك تقول احضرونا شو الخميس خميس قول الليله لانه وياك شرط فيها مع بعض انت شو بدك اذا ان الليله يعني معناتها صار الخميس بدي يعني في فين شي يحط الدعية الا الخميس قصدك انت لازم بركي حطوها الاربع على الدعاء ما لازم حطوها قبل لازم حطوها لكن خليه لكن نقول الخميس احضرونا الخميس الساعة 9 الساعة 9 عشية ببرنامج اوعى تزعل طب شفت؟ ما انك مش حافظ هلا تعال قل له بيزعل تعال قل له بيزعل يلا الخميس اوكي احضرونا الخميس الساعة 9 عشية تعال قل له بيزعل احضرونا الخميس الساعة 9 على ال بي سي تعال له بيزعل احضرونا الليلة على ال بي سي الساعة 9 تعال له بيزعل احضرونا نهار الخميس الساعة 9 من عشية تعال له بيزعل احضرونا بعد بكرة ليش بعد بكرة انت روح تعال له بيزعل بدك كثير تعال له بيزعل على ال بي سي اي تعال له بيزعل على ال بي سي اي